مساء الخير، أهلا بكم في ورشة العمل الثالثة من سلسلة Towards an Interdisciplinary Science. أنا لبنى سعيد، أستاذ مساعد بجامعة النيل الأهلية والرئيس المشارك لإياس. خليني أفكركم بأهداف السلسلة. سلسلة الفعاليات اللي احنا بنعملها تهدف إلى تعزيز قدرات الباحثين وتشجيعهم على القيام بالنوع الانترديسيبلينري ريسيرش، ونقدر ان احنا نزود وعي المجتمع البحثي بالجامعات ومراكز البحوث المصريه باهميه البحوث والمشاريع متعدده التخصصات في مواجهه وحل المشكلات البحثيه المعقده. النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ النهارده هندي شو كيس اكزامبلز اوف الانترديسيبلينري سكسس، وهنعرض امثله للمشروعات البحثيه والابحاث متعدده التخصصات اللي فعلا تم تنفيذها على ارض الواقع. والنهارده برضو احنا مهتمين ان احنا ننقل خبرات والدروس المستفاده منها لكل الباحثين، وده عشان نعزز ونبني قدراتهم في المجال ده ونشجعهم على التعاون في الابحاث متعدده التخصصات. النهارده هتدينا ورشه العمل دي دكتورة ايرين سامي، استاذ مساعد بجامعه النيل الاهليه وعضو اللجنه التنفيذيه لاكاديميه الشباب المصريه للعلوم. اتفضلي يا دكتور ايرين. ميرسي قوي دكتور على الانترودكشن، وميرسي على ان حضرتك عملتي اورجنايزيشن ودكتور رانيا. I'm really happy ان انا ابقى معاكم واشير ماي اكسبيرينس النهارده. خليني بس اشير البرزنتيشن. واحنا النهارده هنتكلم عن some projects. طبعا انا كان نفسي ابقى عندي وقت اشرح كل البروجكتس اللي احنا عملناها الانترديسيبلينري، however بس هتكلم على يعني مجموعه بروجكتس وهقول ايه المشاكل اللي قابلتنا وازاي عرفنا نحلها. انا اسوشيت بروفيسور في اندستريال انجينيرنج، لكن معظم الابحاث بتاعتي اضطريت ان انا يعني اتعلم حاجات كتير جديده واعمل كولابوريشن مع ناس في ديفرنت ديسيبلينز، وده اللي هكلمكم عليه. يعني انا بعتقد ان في ناس كتير بتبقى بتشتغل على كونسبت وميثودز عشان تحل مشاكل حقيقيه واقعيه، بس المجهودات بتاعتهم بتبقى متقسمه بشكل يعني كبير، فبالتالي ما بيوصلوش لنتيجه قوي. فهو الهدف النهارده ان انا احاول اقرب لكم احنا كنا بنعمل ايه عشان كل تحدي ازاي نحاول نصلحه. الفكره ان طبعا دونت اكسبكت انك تقدر تعمل كل حاجه، وحاول توضح بالظبط فين السكيلز بتاعتك المهمه ومين اللي انت هتعمل معاه كولابوريشن. فالفكره كنا دايما بنسال نفسنا في اول ما نبتدي اول بروجكت او اي بروجكت معين، بنفكر هو كام ديسيبلين اللي احنا هنبقى محتاجينه في البروجكت عشان يبقى كامل؟ هل الكونتريبيوشنز بتاعت كل الناس هتبقى زي بعض ولا لا؟ هل هم قريبين من بعض الديسيبلينز اللي احنا محتاجينهم؟ يعني مثلا سوسيولوجي وهيستوري قريبين من بعض، لكن لو انا بتكلم على سوسيولوجي وكيمستري ده برضو بعيد. مين اللي محتاج يبقى انفولفد معانا في البروجكت؟ مين الاودينس اللي احنا بنتكلم معاه؟ مين الناس اللي احنا بنحاول نحل مشاكلها؟ فبالتالي بنعرف نعمل فريمنج مظبوط للمشكله، وبعدين نبتدي نشوف الاوتكمز هتبقى ايه. بس ده طبعا يعني من البروجكتس اللي احنا اشتغلنا فيها دايما بيبقى اتريتف، يعني عمرنا ما بنوصل لكل الاجابات الاسئله دي مره واحده، دايما بنعمل يعني زي قاعده كده مبدئيه ونبتدي نفكر مع التيم ممبرز، وبعدين نرجع كل ده بيتغير كل شويه. فهي العمليه فيري اتريتف. اكتر حاجه بنلاقيها في الريسيرش بروبلمز اللي بنتعرض ليها انها كومبليكيتد، لانها بتبقى عباره عن سيستم كامل بنحتاج نحل مشاكل في كذا جزء يعني متعدد، ولازم يبقى عندنا خبرات في كذا مجال. طبعا دايفرستي، في انونز كتير قوي بتبقى معانا في البروجكت لازم نحاول نعرفها، والكونتكست اللي احنا بنشتغل بيه لازم يبقى واضح من الاول قدامنا، فبالتالي نعرف نلاقي سولوشنز تكون مش سولوشنز مؤقته للمشكله اللي احنا بنحاول نحلها. ده شكل كده انا يعني عجبني، حبيت اشير معاكم الشكل ده لان ده بيوري البروبلم في الاول بتبقى عامله ازاي. بعد كده بيبقى عندنا كميه دايفيرس برسبكتيفز وكميه سولوشنز ممكن نعملها، وبنخش في جرون زون بيحصل لنا شويه فراستريشن مش عارفين نوصل لحاجه، وبعدين نبتدي بعد مجموعه ابحاث اكتر وبعد ما نعمل يعني ايدنتيفيكيشن للبروبلم ونشوف الريسيرش جاب من الليترتشر بنوصل ل conversion
او حل نقدر ان احنا نقول ان احنا هنكمل بالطريقه دي يعني. فالحقيقه يعني الدايجرام ده بيوري قوي بنبقى احنا فين، ودايما بنبقى عندنا في كذا فكره في دماغنا لحد ما بنوصل للفاينل سولوشن. ف يعني هنا حابه اقول ان انا النولج دي عباره زي ما تكون ايلاند، جزيره انا محتاج اكتشف فيها كل حاجه، محتاج يبقى دايما عندي كونتينوس انوفيشن، دايما يبقى عندي تغيير، لازم يبقى في اون جوينج ريسيرش طول الوقت، بيبقى عندي ميثودز كتير انا مش عارفها لازم اتعلمها، وابتدي اعرف كل الانونز اللي بتقابلني في الجزء بتاع البروجكت بتاعي. الفكره ان لما بيبقى احنا مش عارفين الانونز بتاعتنا وعندنا نوليدج بس مش كافيه، لما بنيجي نعمل بوليسي او تشينج للاسف بيفشل في المشروع، لان احنا بنبقى فيه كميه حاجات مش واخدينها في اعتبارنا في الاول. احنا يعني معظم الابحاث بتاعتنا اللي هتكلم عليها النهارده هي بتتكلم في نطاق السستينبل ديفلوبمنت، ومش بس احنا بنبقى مهتمين بالايكونوميك ديفلوبمنت، لا احنا مهتمين بالايكونوميك والسوشيال والانفايرمنتال اسبيكت بتاع السستينبل ديفلوبمنت. فمعظم يعني الابحاث اللي انا هتكلم عليها النهارده بتبقى جامعه ما بين الووتر والانرجي والاجريكلتشر والاندستري والويست، دول اكتر ثلاث يعني حاجات ارياز معينه اللي هم الووتر والانرجي والاجريكلتشر. طبعا كل ما بنشتغل في الابروتش ده اللي هو اسمه نكسس ابروتش بنضطر ندخل دايما الاندستري والويست معانا عشان نحقق اهداف التنميه المستدامه. فمعظم الابحاث بتاعتنا بتدور حوالين الحته دي. هدف الابحاث اللي احنا بنشتغلها في الانترديسيبلينري ريسيرش في جامعه النيل هو ان احنا نحاول نبقى دايما سبورتنج واتشيفنج للسستينبل ديفلوبمنت جولز اللي هي تبع الخطه 2030. طبعا ده احنا ليه بنعمله اصلا؟ عشان دايما نسبورت الايجيبشن ايكونومي في معظم السيكتورز الموجوده فيها، ويبقى دايما في بريدجنج للجاب ما بين الاوريجينال ريسيرش والتشالنجز والجوفرمنتال بوليسيز والفريم وركس بتاعه الامبلمنتيشن للتنميه المستدامه. فبالتالي بوصل ان انا بعمل strengthening للeducational والresearch sector، فده الهدف الاساسي اللي كل الناس بتشتغل عن طريقه في جامعة النيل. الoutcomes بتاعتنا من الابحاث دي بتبقى هدفها ان احنا نعمل promotion للcollaboration، ويبقى دايما عندنا culture دايما بتخش culture of entrepreneurship وentrepreneurial pillar، بيجمع ما بين المشاكل اللي في الاندستري. يعني معظم الابحاث اللي انا هتكلم عليها النهارده هي مشاكل حقيقيه موجوده في الاندستري، وبنخلي التيم ممبر يبقى فيه جامع ما بين ريسيرش اسيستنتس وانستراكتورز، وممكن يبقى ناس اندر جراديويت كمان بتبقى عندها مثلا 3 شهور انترنشيب. فاحنا بنحاول نخلي معظم السيكتورز بتاعت الستودنتس سواء ستودنتس بيعملوا ماسترز او بي اتش دي او اندر جراديويت ان هم يشتركوا في الجزء ده. الانتربرينوريال بيلر عندنا الحقيقه في الجامعه قوي جدا، فده اللي بيخلينا دايما نبقى بنبص ناحيه الاندستري واحنا بنعمل الابحاث بتاعتنا. طبعا انا يعني هركز النهارده في الانجنييرنج والتكنولوجي فيلد بحكم ان احنا في الديسيبلين بتاع انجينير. اول بروجكت هتكلم عليه هو مانيفاكتشرنج اوف بايو بلاستيك. الحقيقه البروجكت ده عندنا ديفرنت بارتنرز، عندنا نايل يونيفرسيتي، Alexandria University، أزهر University، عندنا Industrial Partner قوي جداً، عندنا Consultant والPetroleum Research Center. البروجيكت ده إحنا كنا بنحاول نعمل Manufacturing لPoly Lactic Acid اللي هو نوع من Biodegradable Plastics كReplacement للSynthetic Plastics. الفكرة إن أنا هنا بجمع ما بين كذا Discipline اللي هو Agriculture Waste والIndustrial والManagement، وكيفية إن أنا هقدر اوري ان اللاكتيك اسيد اللي انا عملت له برودكشن ده وكيفيه تحويله للبولي لاكتيك اسيد ده انتر ديسيبلين. عندي اوبجكتيفز اساسيه في البروجكت ده وفي كل الحقيقه البروجكت اللي انا هتكلم عليها بتاعت البايو بلاستكس برودكتس، ان انا يبقى عندي انفايرمنتال بيلر وعندي سوشيال واكونوميكال بيلر. اول انفايرمنتال بيلر الاساسي في كل البروجكت دي ان انا بعمل ريديوسنج للهيلث ريسك بسبب السينثيتك بلاستيك. طبعا تاني بيلر مهم قوي ان انا بعمل انكريزنج وسكيلنج للانتربرينوري سولوشنز، وبحاول اعمل ان البروتوتايبس دي تبقى فعلا كوميرشال برودكت. كان الهدف من المشروع ده في بدايته ان احنا نحاول نعمل زي خط انتاج بسيط بيصنع البولي لاكتيك اسيد في مجموعه من القرى، ويبقى في ريبليكا ان كل قريه تبقى بتعمل نفس المشروع ده عن طريق بس على يعني عن طريق انها بتاخد النو هاو من البحث بتاعنا. فبالتالي انا بحاول كده احسن وابني فرص عمل في مختلف القرى يعني.
الشغل الاساسي كان ان انا بحاول استخرج الاول لاكتيك اسيد من مجموعه من المخلفات، وبعد كده ابتدي اعمل سيبريشن لللاكتيك اسيد ده عن طريق كذا ميثود، وبعد كده بعد ما بعمل سيبريشن لللاكتيك اسيد بحوله لبولي لاكتيك اسيد، وفي الاخر البرودكت اللي هو البولي لاكتيك اسيد ده اصنع بيه بلاستيك يوتنسل، سواء بليتس سواء فوركس سواء باكجينج بوكسز للاكل مثلا. فدي الاسبيكتس الديفرنت اسبيكتس بتاعت البروجكت. اول جزء فيه كان لازم يبقى عندي ديسيبلين من بايو تكنولوجي، وهنا جامعه الازهر ساعدتنا هي والبتروليوم ريسيرش سنتر ان احنا نصنع اللاكتيك اسيد من المخلفات. طبعا كان في جزء ان احنا نحاول ندور على كم مخلف ممكن اطلع منه لاكتيك اسيد. فالحقيقه الحكايه دي خدت مننا وقت كتير جدا، وده ما يعتبرش ليه علاقه قوي باندستريال انجينيرنج اللي هو تخصصي. فاضطرينا نستعين بحد بيعمل فيزابيليتي ستادي من بزنس ديبارتمنت عندنا في الجامعه، وابتدى يشوف ايه هم اللاكتيك اسيد ابلكيشنز الموجوده، سواء في ان هو يبقى بايودجريدبل بوليمر، او يشتغل في البيرسونال كير برودكتس زي الكريمز والشامبوز، او يبقى في الفود اند بيفرجز فور باكجينج. وبعدين ابتدينا نستقر ان احنا بما ان هو البوليمرز الابلكيشن بتاعتها حوالي فور اكزامبل 39%، فقلنا ان احنا هنركز على ابلكيشن معين. ده بحث من ضمن الابحاث اللي طلعناها في البروجكت ده في اوله خالص، ان احنا كنا بنحاول نعمل ايكونوميك فيزابيليتي ستادي، نشوف هل فعلا هنستفيد لما نستخرج البولي لاكتيك اسيد من اجريكلتشر ويست، وايه هم انواع الويست. لان الفكره ان انا ممكن اختار ويست يكون بيدي ييلد قليل قوي في اللاكتيك اسيد، فيبقى بالتالي الييلد قليل، فبالتالي الكوست هيبقى عالي. كان لازم نعمل الايكونوميك فيزابيليتي ستادي دي قبل ما نبتدي الابحاث اللي هي كان ليها علاقه بالبايوتكنولوجي في الخطوه الاولى. الفكره ان لما انا بحاول اصنع بولي لاكتيك اسيد لازم اشوف الكوميرشال موجود ازاي، واقارن ما بين الكوميرشال وما بين اللي انا بصنعه، عشان لو انا في الاخر هوصل لكوست او بروبرتيز مش متجاوبه او قد بتاعه الكوميرشال وان، يبقى كان البحث ده ملوش اي فايده. فبالتالي كان اول حاجه هي الفيزابيليتي ستادي. ثاني حاجه كان الجزء بتاع البايوتكنولوجي اللي ساعدونا فيه كذا سنتر. فابتدينا نعمل ايه؟ ابتدينا نشوف انواع الاجريكلتشر ويست، وده شكل ما بين كل العينات اللي احنا استخدمناهم عشان نقرر انهي رو ماتيريال هنقدر نستخدم منه اللاكتيك اسيد كخطوه بدائيه. وبعدين دخلنا في قصه ثانيه ان احنا نختار انهي بكتيريا مناسبه، عشان البكتيريا دي هي اللي هتعمل مع الروماتيريال الاساسيه اللي هي من اجريكلتشر ويست مع البكتيريا هتعمل في الاخر فيرمنتيشن، فطلع لنا اللاكتيك اسيد. طبعا في المرحله دي اللاكتيك اسيد ما بيطلعش بيور. الجزء ده البايوتكنولوجي الحقيقه كان بعيد شويه عن تخصصي، فبالتالي كان لازم يبقى في حد بيساعد فيه وحد ذات خبره في الجزء ده. الخطوه اللي بعد كده ابتدينا نعمل ديزاين اوف اكسبيرمنت. فده طبعا انا كاندستريال انجينير عندي الاكسبرتيز ان انا اعمل ديزاين اوف اكسبيرمنت واطلع انهي اوبتيمم فاكتورز مناسبه اقدر اعمل بيها عمليه الفيرمنتيشن. هاويفر كان في كميه فاكتورز رهيبه لازم كان الناس اللي هم بتوع بايوتكنولوجي يساعدوني في تحديد الفاكتورز دي. فابتدينا نشتغل على ان احنا عايزين نشوف مثلا الايفكت اوف تمبرتشر على عمليه الفيرمنتيشن، الايفكت اوف شوجر كونسنتريشن، الايفكت اوف النيتروجين سورس الموجود، بدون الدخول في تفاصيل عشان ما اطولش على حضراتكم. فبالتالي ابتديت اعمل الديزاين اوف اكسبيرمنتس ده لكل الفاكتورز المهمه. جينا بعد كده المرحله الثانيه ان احنا محتاجين نعرف الكومبوزيشن بالظبط بتاع اللاكتيك اسيد اللي طلع لنا عشان نقدر نعمله سيبريشن بنجاح، لانه خطوه اولى اول ما بطلع اللاكتيك اسيد بيبقى فيه كميه امبيورتيز لازم ابتدي افصلها. فاللي حصل ان انا ابتديت اعمل كميه تيست كبيره جدا، وكان لازم برضو المجموعه من التيم بتوع البايوتكنولوجي يبقوا متواجدين في هذه الاختبارات. ابتدينا بعد كده نفكر طب ازاي هنعمل سيبريشن. لقينا واحنا بنعمل سيبريشن لللاكتيك اسيد اللي هو طالع امبيورتيز في كذا طريقه، بس كل طريقه ليها الادفانتجز والديس ادفانتجز. في اللحظه دي كان لازم حد كيمستري او كيميكال انجينيرنج يخش معانا في الريسيرش. فاستعنا بناس من جامعه اسكندريه ابتدوا يشوفوا هل الكيميكال سينثيسيس بتاع سيبريشن احسن ولا ان انا استخدم ممبرين تكنولوجي. لقينا ان الممبرين تكنولوجي هي الاحسن، بس عشان نعرف
انهي طريقه بالظبط للسيبريشن بالممبرين تكنولوجي، كان لازم نعرف نعمل مقارنه مظبوطه جدا ما بين الترديشنال بروسيسز اوف سيبريشن والممبرين تكنولوجي سيبريشن. فالحاله دي وصلتنا ان احنا رجعنا تاني بنعمل جزء من الفيزابيليتي ستادي. طبعا كان لازم نعاين في الوقت ده كذا ريسيرش اسيستنت. في الوقت ده ابتدى الكونسلتنت والاندستريال بارتنر يساعدونا جدا ويدونا انفورميشن، ونبتدي نتعاون مع شركات ونسال على عروض اسعار لجميع انواع الممبرينز، ونبتدي نشوف ايه هو الافيلبل الموجود واني نوع فلتريشن هو اللي هينفعنا، وهل نوع الممبرين اللي هنستعملها فور سيبريشن اوف لاكتيك اسيد اند اتس امبيوريتيز هل هو بوليميريك ولا سيراميك، هل الفايبرز هتبقى هولو ولا كذا نوع. فده كان جزء كبير جدا الاندستريال بارتنر والكونسلتنت ساعدونا فيه. ابتدينا نجيب اوفرز من شركات ان احنا نعمل لاب سكيل تيستينج للبروث. البروث ده هو اللاكتيك اسيد مع الامبيوريتيز. فجالنا كذا اوفر وصلنا للاي اوت الكومبليت بتاع البروسيس. طبعا اللاي اوت اللي قدام حضراتكم ده كان اتريتف، احنا قعدنا فيه كتير جدا عبال ما وصلنا لكل ستيب ازاي نقدر نعملها بمساعده كل البارتنرز الموجودين. البروجكت ده بقى له سنتين شغال لانه في كميه تفاصيل كبيره جدا. الفاندنج من الاندستريال بارتنر واز ريلي هيلبفول، ساعدنا جدا في الجزئيه دي. بعد ما قررنا على السيبريشن تكنيك بتاع اللاكتيك اسيد، كان لازم نحول اللاكتيك اسيد لبولي لاكتيك اسيد، هو ده البوليمر او البلاستيك الطبيعي اللي هيبقى ريبليس. عشان نحول اللاكتيك اسيد بعد ما اتفصل وما بقاش فيه امبيوريتيز، عشان نحوله لبولي لاكتيك اسيد كان لازم يبقى فيه كذا بروسيس لتحويله. ابتدينا نفكر مع الكيميكال ديبارتمنت في الكسندريا يونيفرسيتي انهي احسن بروسيس نقدر نعملها، وحطينا السيت اب بتاع اللاب سكيل للبوليمرايزيشن تكنيك، وهو اخر ستيب لتحويل الويست بتاعنا انتو بوليلاكتيك اسيد اللي هو البوليمر الطبيعي. وصلنا بقى لمرحله ان احنا بنعمل برودكشن بلان. طبعا في الوقت ده برضو الاندستريال بارتنر والكونسلتنت كان معانا خطوه بخطوه ازاي نعمل البرودكشن بلان وامتى اللاب تيستينج. ابتدينا الفكره ان احنا نعمل 1 لتر بروتوتايب، بعد كده 5 لتر، بعد كده 20 لتر، ونبتدي نكبر. طبعا في حساب للاوبريشنال كوست والكاباسيتي عشان نقدر نعمل البروتوتايب اللي احنا عندنا ده نحوله لاندستريال سكيل والاندستريال بارتنر يقدر يستفيد بيه. عملنا بعد كده كوست اناليسيس فور ذا برودكشن فاسيليتي. الكوست اناليسيس ده جزء منه كان ليه علاقه باندستريال انجينيرنج، بس لازم كان يبقى فيه الانتربرينوريال سيكتور اللي هو الكونسلتنت اللي هو بيقدر يفيدنا بكل التفاصيل اللي هي الفاينانشال، عارف ان هو اكسبرت في الفاينانشال فيزابيليتي والبزنس بلان. فده باختصار بروجكت من البروجكتس اللي احنا حاولنا نشتغل فيهم على تحويل اجريكلتشر ويست انتو بوليلاكتيك اسيد، وهي ماده بلاستيك طبيعي صديق للبيئه. عندنا كذا مشروع تاني هتكلم عليهم ليهم علاقه بالبايو بلاستيك برودكت. المشروع التاني كان هو فابريكيشن بتاع برضو بايو ديجريدبل بلاستيك، بس يعتبر كريبليسمنت لاكياس النايلون الموجوده. البروجكت ده كان ان كولابوريشن مع نوتنغهام يونيفرسيتي، والحقيقه الكولابوريشن اللي هو مع كيميكال انجينيرنج والماتيريال ساينس لاب في نوتنغهام يونيفرسيتي ادانا خبره كبيره قوي في ان احنا نعرف نتعلم ازاي نعمل تيستنج مظبوط. كان دايما كل الفابريكيشن بيحصل في جامعه النيل، والتيستنج بيحصل في جامعه نوتنغهام. اللي حصل بعد كده من واقع خبرتنا في البروجكت ده ان احنا البروجكت اللي وراه عملنا كل الكاركترايزيشن موجود عندنا بقى دلوقتي في جامعه النيل بعد ما اتعلمنا واكتسبنا الخبره في الحته دي. فالحقيقه كولابوريشن مع اندستريال بارتنرز او مع جامعات بره بيفرق جدا، بالذات لو هم ديفرنت ديسيبلز. دي صوره من التيم ممبر. التيم ممبرز في البروجكت ده كانوا فعلا يعني مثال حي للانتر ديسيبلينري ريسيرش، لان كان طالبه منهم فيزيكس ميجر وطالبه كيمستري ميجر والطالب كان بزنس ميجر. فده فعلا حسينا بقى قوي بامكانيه ان احنا ممكن نطلع حاجه حلوه جدا لو احنا انتر ديسيبلينري ديفرنت برسبكتيفز يعني بيشتغلوا في البروجكت ده. البدايه كانت ان احنا عملنا زي لاب سكيل تيستينج، ميكانيكال تيستينج وفيزيكال تيستينج، وزي ما قلت لحضراتكم ان الفابريكيشن اتعمل جامعة النيل والتستنج اتعمل في جامعة نوتنغهام. ووصلنا الحقيقة للريبليسمنت معقول جدا وبيطول عمر الأكل حوالي 15 يوم زيادة عن السينثيتك بلاستيك الموجود.
ويعتبر بسعر معقول جدا ويعتبر منافس للبايودجريدبل بلاستكس اللي كانت موجوده. لحد هنا البروجكت كان ماشي كويس جدا. هاوفر الرو ماتيريال بتاعت البروجكت ده لتصنيع المواد اللي هي من مخلفات كانت غاليه، فاضطرينا نعمل شيفت ونستخدم نوع تاني من الويست اللي هو الويست بتاع قصب السكر. فالشيفت ده اللي ساعدنا فيه وقتها ان احنا كنا واخدين جرانت من الاس تي دي اف، وكان عباره عن ان احنا ازاي نحسن الانوفيشن بتاعنا، وكان في جزء تعليمي كبير جدا من الانتربرينوريال بيلر يعني، فكانوا بيدونا كل الانتربرينوريال اسبكت. فمن هنا الحقيقه المنتورز كان ليهم دور كبير جدا، والمنتورز دول كانوا يعتبروا من انتر ديسيبلينري ريسيرش، هم ما كانش ليهم علاقه بالانجينيرنج، ادونا خبره كبيره جدا لحد ما وصلنا لده البروتوتايب الحقيقي اللي احنا طلعناه. حابه اشغل لكم بس ده منتج احنا صنعناه يعتبر ريبليسمنت للاطباق الستايروفوم. بعد ما كان البلان في البروجكت ده هو الفود باكجينج اللي هو بدل اكياس النايلون اللي بيطول عمر الاكل، حصل فيه شيفتنج، لكن احنا كمان ما سبناش التوبيك الاولاني بتاعنا الاساسي بتاع الفود باكجينج وحاليا شغالين فيه. بس بما ان احنا لقينا ان الرو ماتيريال دي كانت الشوجر كين كانت موجوده، وفهمنا ازاي بناخدها وازاي بنتعامل معاها وازاي الرو ماتيريال بنقدر نجيبها بسهوله من هنا ومن ادفو، طبعا عشان نوصل للرو ماتيريال ومعالجتها وازاي ناخدها وازاي نصنع السامبل دي كانت كميه تشالنجز رهيبه، كميه ديسيبلينز دخلوا معانا في الشغل ده كتير جدا. الفكره ان عايزه اقول اكد على الرول بتاع المنتور في الحته دي، ان هو كان فكره ان يبقى عندك منتور بيساعدك بايدنتيفاي كل السولوشن بتاعتك، بيعمل اكسبلورنج للاوبشن. طبعا في كي ريسورسز كتير قوي مش موجوده في المشروع، فبالتالي مع المنتور بتاعك بتقدر انك توصل لحل كويس جدا وتعمل فولو اب للنكست ستيبس بتاعك. انا شايفه ان البروجكت ده نجح لان احنا كان عندنا اكشن بلان لكل انتر ديسيبلينري ريسيرش، وكنا بنحاول دايما نعمل ديفلوبمنت للكابابيلتيز بتاعتنا از انتربرينوريال ليدرز. طبعا السنس اوف بيربس والبيلونجنج للبروجكت ده اللي كان، والكوميتمنت طبعا بتاع كل التيم وكل ديسيبلين ده، اعتقد ساعدنا ان احنا نوصل للبروجكت ده لحاجه كبيره جدا. كان في جزء طبعا الكونسلتنت ساعد فيه جدا ان احنا نحاول ندور على بارتنر بالرايت بزنس اكسبيرينس، نعرف البيست سورسز اوف فاندنج عشان المشروع ده يتنقل من مشروع بروتوتايب لمشروع حقيقي. طبعا كان في كميه دوكيومنتس كتيره جدا ازاي نعملها عشان ناسس كيان، فده جزء كبير جدا يعني ساعدنا فيه الانتربرينوريال بيلر اللي هو الكونسلتنت اللي كان في البروجكت. طيب احنا ليه اخترنا الرو ماتيريال ده بصفه خاصه اللي هو بتاع الشوجر كين؟ يعني ما كانش يعني محتاج معالجه كبيره، سعره رخيص جدا، كاني بعمل حاجه اسمها فالورايزيشن اوف ويست او سيركلر ايكونومي، وده الكونسبت اللي احنا شغالين بيه في كل البروجكت بتاعتنا، تحويل الويست الى برودكت مهم جدا ومفيد، وفي نفس الوقت الكوست بتاعه قليل وكمان صديق للبيئه. عشان نوصل لمرحله ان احنا نصنع السامبل اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو دي، كان لازم نعرف كل المراحل بتاعه الرو ماتيريال بتاعنا ده بتروح فين وبتوصل لفين، وكمان نوصل لفكره بتفاصيل البرودكشن بروسيس ونقدر ناخد الرو ماتيريال في اي مرحله، والمصنع اللي بينتجها فين وموجود فين في مصر، وهل الكميه اللي بينتجها الويست ماتيريال دي هل هتكفي ان هو يبقى في صناعات ثانيه، في صناعة كمان مع يعني هو الويست ده بيستخدم في صناعة الورق، فكون ان احنا نقدر نستفيد بيه لتصنيع حاجة تانية دي كانت حد ذاتها برضو مشكلة كبيرة. احتاجنا حد يعمل لنا اللي اوت بتاع تحويل البروتوتايب للبرودكشن بلانت، فده طبعا حد عمل لنا اللي اوت برضو مخصوص في another discipline عن الديسيبلينز اللي احنا بنشتغل فيها. دي بصفة خاصة كده تفاصيل شوية لكيفية عملية التصنيع، كان لازم نذاكرها كويس جدا، واحتاجنا المانيفاكتشرنج كونسلتنت يساعدنا في الجزء ده بالذات عشان نوصل لأنهي مانيفاكتشرنج بروسيس مظبوطة نقدر نستخدمها لتصنيع الأطباق بتاعتنا. وفعلا بعتنا سامبل لواحدة من الشركات لحد ما طلعت لنا
الفاينل برودكت اللي حضراتكم شفتوه من الويست الموجود في مصر. طبعا اجان جزء تاني برضو انتربرينوري كان مهم قوي، عملنا سنسيتيفيتي اناليسيس ان احنا بنشوف السيلز بتاعتنا البريك ايفن هيحصل لنا امتى، هل الكوست بتاعنا هيبقى افيشنت وهنقدر ننافس بيه الستايروفوم برودكتس اللي هي حاليا موجوده، هل هي مناسبه ان احنا نبتدي نصدر البرودكت بتاعنا. فالحقيقه كل تفصيله كان بيساعدنا فيها الانتربرينوريال بيلر في الجزء ده. فالبروجكت ده كان مجموعه من الناس الحقيقه شغالين فيه كتير، من ضمنهم المعمل عندنا في جامعه النيل، عشان نوصل لاحسن طريقه للمانيفاكتشرنج واحسن طريقه لعلاج الرو ماتيريال، وكميه طبعا الحسابات اللي هي بتاعه الجزء بتاع الانتربرينوريال دي كانت برده مهمه قوي بالنسبه لنا. قعدنا بقى نعمل ريسك اناليسيس، وده ساعدنا في البيزنس بيلر في البروجكت ده، ونبتدي نشوف الايفكت بتاع الانرجي برايسز هتزيد ولا لا بناء على اللي احنا يعني وصلنا له. مثلا ابتدينا نشوف طب لو احنا بنقارن بشركات تانية موجوده، هل هيبقى في نون كومبلاينس للسبلاير، هل كل السبلايرز هيرضوا ياخدوا البرودكت بتاعنا، طب هما بيطلبوا ايه، هل بيطلبوا مثلا شهادات معينه. فده كان جزء تاني من ضمن الابحاث اللي احنا اشتغلنا عليها. عندنا بقى فيوتشر بلانز كتيره قوي في المشروع ده، ان احنا نبتدي نشوف هل الباكجز اللي احنا عملناها دي هتنفع للفروتس والفيجيتابلز. فهنرجع تاني للاختبارات عندنا في جامعه النيل، هل هو هيبقى سنجل يوز ولا مالتي يوز، هل لو احنا استخدمنا البي ال اي وجمعنا ما بين التو بروجكت اللي احنا كنا لسه بكلم حضراتكم عليه، هل هيبقى في السبلاي تشين بتاعتنا مفيده ولا لا. فلقينا نفسنا دخلنا في ديسيبلين تاني ليه علاقه بالسبلاي تشين، فكان في اكسبرت عندنا في اندستريال انجينيرنج استفدنا بيه في جزء السبلاي تشين. المشروع الثالث برضو اللي هو بيدور حوالين البايو بلاستيكس، هو ان احنا لما ابتدينا نفكر نصنع ريبليسمنت للاكياس البلاستيك او للفود باكجينج، زي ما كنت بكلم حضراتكم كان الرو ماتيريال بتاعتنا من بقايا اي قشريات. الكيميكال بروسيس كانت طويله جدا، وابتدينا نجربها واحده واحده، خدنا اختبارات كتير جدا في جامعه النيل بدون الدخول في تفاصيل. عندنا كميه ستبس بنعمل معالجات بيها، وفي ابحاث كتير حقيقه منشوره على الجزء ده من شغلنا. كميه الابحاث اللي اتعملت عشان نقرر الابلكيشن بتاعتنا هي بلاستيك باج ولا هي اكتف باكجينج، وبعدين لقينا ان احنا الخواص بتاعت الماده البلاستيك المصنعه من القشريات ضعيفه، فكان لازم نبتدي نعالجها بفيلرز او بمواد اضافات نقدر نحطها. فلقينا ان كل ابلكيشن ليها اضافه مختلفه، وكل اضافه لازم نعمل عليها اختبارات. فالجزء ده خد الحقيقه مننا وقت كتير جدا وشغل كتير، وكان محتاج كيميكال وفيزيكال انتردسيبلينري مع الفكره بتاعت الاندستريال انجينيرنج. وبعدين وصلنا لمجموعه من الاضافات اللي هي الجيده اللي احنا هنضطر نحطها، وابتدينا نعمل كميه اختبارات لحد ما وصلنا ان احنا بنقارن فعلا ما بين الاكياس البلاستيك الموجوده حاليا والبروتوتايبس اللي احنا صنعناها. البروجكت ده الحقيقه ناقص له شويه جزء انتربرينوريال بيلر عشان نقدر نشتغل على الفيزابيلتي ستادي بتاعته، عشان نقدر نعمله كوميرشاليزيشن بتاعه. في بقى بروجكت تاني ده برضو من ضمن البروجكتس اللي كانت ناجحه قوي، هو ان احنا عملنا اناليسيس لكل البلانتس ويست اللي موجوده في مصر از بوتنشال ان هي تبقى بديل مضاد للصدى. احنا ليه فكرنا اصلا في البحث ده؟ لانه كميه الستيل اللي بينتج في مصر رقم كبير جدا، وكميه الاجريكلتشر ويست او البلانت ويست الموجود برضو رقم كبير جدا، حوالي 32% من نسبه الويست الموجود في مصر. طيب البروجكت ده كان محتاج نتعامل مع مركز الفلزات، لانه كنا محتاجين خبره في المواد المضاده للصدى، محتاجين خبره في ان احنا ناخد عينات من الستيل ونبتدي نعمل عليها اختبارات. طبعا كان في جزء فيزابيلتي برضو، اجان ابتدينا نشوف ايه المواد الموجوده حاليا الصناعيه اللي هي بتستخدم كمضاده للطلاق، وبعد كده نبتدي نشوف ازاي هنقدر نعمل لها ريبليسمنت. اول جزء الحقيقه الشغل ده برضو اتعمل مع نوتنغهام يونيفرسيتي، وحطينا سكيم مع بعض، قعدنا كل البارتنرز وحطينا سكيم مع بعض، قلنا
ايه البلانس اللي احنا هنختارها عشان تبقى مضاده للصدى، وايه المواد اللي موجوده في كل ويست من بتاع البلانت هتقدر تفيدنا في الموضوع ده، وازاي نحسب الافشنسي بتاعته. الحقيقه النتائج طلعت مذهله. اولا زي ما قلت لحضراتكم كان مركز الاستفادات معانا خطوه بخطوه في المشروع ده، خدنا قشر الموز وخدنا قشر البطيخ وابتدينا نعمل منهم عجينه، وخدنا البقايا بتاعت الكافي ويست. طبعا عشان نختار الثلاثه دول كان لازم يبقى في فيزابيلتي ستادي بتقول انهي واحد من الثلاثه دول متواجد اكتر في مصر، لان احنا بنحاول نحول برضو ويست او ماده مخلفه الى ماده مهمه اللي هي مضاده للصدى، مضاده للصدى. الفكره انه النتائج كانت مذهله، احنا ابتدينا ناخد efficiency 60%، ومع الوقت الافشنسي زادت لتقريبا 90% باختلاف طبعا المواد اللي احنا حطيناها زي الـ HCl والـ H2SO4 وكمية الويت اللي احنا حطيناه سواء من بنانا اكستراكت او ووتر ميلون اكستراكت او كوفي اكستراكت. الريزلت دي كانت مشجعة جدا لدرجة ان احنا ابتدينا بقى نشوف الفيوتشر بلان بتاعتنا هتبقى ايه، ان احنا عايزين نعمل نحول المنتج ده لسبراي. طيب هل النانو تكنولوجي هتخش في الحتة دي؟ بالظبط. ففي الحالة دي ابتدينا نشوف ايه الاوبشنز الموجودة عندنا في المعمل الماتيريال ساينس بتاعنا والنانو تكنولوجي، ان احنا نقدر نحول المواد دي انتو نانو فور وبعدين نحولها لسبراي. فالبروجكت ده شغال في الحتة دي، ودايما بيبقى معانا شريك صناعي في كل بروجكت لان ده بيخلينا نمشي في خطوات اسرع. ده بروجكت برضو فيري انترستنج، اضطرينا ناخد فيه ناس من سيفل انجينيرنج. الفكره ان احنا هو عباره عن assessment of green pyramid rating system. الجرين بيراميد ريتنج سيستم دي هي نوع من السيستمز اللي هي بتحكم هل المبنى ده يعتبر sustainable building ولا لا. اللي حصل ان الاسسمنت دي كانت بيلد على الليد ده اللي هو leadership in energy and environmental design، ده الريتنج سيستم اللي بنستعمله في امريكا، والريتنج سيستم ده موجود للاكزيستنج بيلدينج. طبعا احنا خدنا نايل يونيفرسيتي از سامبل وابتدينا نشوف ازاي نقدر نعمل تقييم للمبنى بتاع نايل يونيفرسيتي ونشوف ايه البروسيجر، وهل الجرين بيراميد ريتنج سيستم الموجود في مصر هينفع ولا لا، هل الجرين بيراميد ريتنج سيستم معتمد على الليد اللي هو التقييم الامريكي. طبعا ده كان محتاج يعني ريسيرش كبير جدا، والحقيقه التيم اللي كان من سيفل انجينيرنج برضه في جامعه النيل ساعدنا ان احنا نقرر ان احنا نعرف ايه الليد كاتيجوريز عشان نقدر نقارن ما بين الليد والجي بي ار اس اللي هو الموجود حاليا. طبعا عشان نعمل الموضوع ده كان لازم نشوف كل الاسبيكتس اللي موجوده او الكاتيجوريز الموجوده في الريتنج سيستم بتاع البيلدينج ده اللي هو جي بي ار اس. فابتدينا نشوف كل كاتيجوري ونشوف هل هي مناسبه لمصر ولا محتاجه موديفيكيشن، والحقيقه طلعنا بنتائج هايله ان احنا عملنا ريتنج سيستم جديد suggested لما عملنا comparison ما بين كل الريتنج سيستمز اللي موجوده في مصر وبيستعملوها والانترناشونال ريتنج سيستم. من ضمن السيستمز ترشيد ليد، فالفكره الاساسيه في البروجكت ده ان انا بحاول اعمل نيو ريتنج سيستم للاكزيستنج بيلدينجز لان هو مش متواجد في الكرنت ريتنج سيستم. البروجكت ده لما عملنا الابلكيشن منه الحقيقه لقت اعجاب، يعني بدليل ان جرين كونسل كلمنا وسالنا على تفاصيل في البروجكت، وفي ناس تبتدي طلبه في جامعات اخرى تشتغل عليه، فبتبعت لنا كويشنيرز نملاها من خبراتنا اللي موجوده في البروجكت. طبعا كان لازم نستخدم رانكينج او ويينج تول، فرجعنا لناس بتعمل statistical analysis ودخلنا دكتوره معانا من جامعه اخرى يعني من نيو جيزه، دخلنا معانا الدكتوره عشان تحاول تعمل لنا الجزء بتاع statistical analysis which was very helpful الحقيقه. وكان معانا بارتنر من اوهايو ستيت، البارتنر ده حط معانا الاوبجكتيفز وعملنا السيميليشن موديلنج في الاخر على بروجرام اسمه ايكويست. طبعا عشان نحط الاوبجكتيف دي مع بقيه التيم ممبرز وي سبنت ا لوت اوف تايم، وكل شويه نغير في الاوبجكتيفز لحد ما وصلنا الفاينل ثيم وكومباريتيف اناليسيس مطلوبه مننا في البروجكت ده. طبعا الميثودولوجي كانت واخده وقت كتير جدا، فكره ان احنا نعمل كويشنير كاندستريال انجينير دي محتاجه باك جراوند لحد ليه علاقه في الستاتستيكال اناليسيس، فذي بروفايدد اس وذ ذا تولز اوف هاو تو دو ذا كويشنير، ف
فالتيم كان statistical analysis و civil engineering و industrial engineering مع بعض عشان نوصل ان احنا نعمل evaluation the new case study at the building. وحتة الموديلينج خدنا فيها وقت عشان نتعلم السوفت وير ده بنستعمله ازاي. والسوفت وير ده كان استعملوه في اوهايو ستيت يونيفرسيتي وويسكونسن يونيفرسيتي، فكان تشجيع لينا ان احنا نعمل كولابوريشن معاهم. ووصلنا فعلا للتشيك ليست والبروبوزد نيو ريتنج سيستم للموضوع ده عشان نقدر نقول ان احنا هنستخدم الريتنج سيستم ده لتقييم المباني الخضراء في مصر، لان كل السيستمز الموجوده مش مناسبه، لانها في اختلاف ما بين التفاصيل اللي هي موجوده في المباني في امريكا اللي هي تبع الليد سيستم والتفاصيل الموجوده في مصر. طبعا يعني الفكره ان احنا اعمل كومباريزن ما بين الليد سيستم والنيو ريتنج سيستم بتاعنا ونطلع قد ايه البروبوزد ريتنج سيستم ناجح في كل الاسبيكتس او في كل الكاتيجوريز، ده كان بالنسبه لنا نجاح في البروجكت ده. في بروجكت تاني الحقيقه استخدمنا بقى فيه الاي اي، كان لازم نستخدم ارتفيشال انتليجنس. احنا عندنا اوبورتيونيتيز في جامعه النيل ان احنا بنقدم على انترنال بروبوزلز ما بين ديفرنت ديسيبلينز، ده الحقيقه بيشجعنا قوي على الشغل. يعني انا عشان اشتغل في الانتجريتد سستينبل ويست مانجمنت موديل ده عملت بروبوزل مع دكتور متخصص في الاي اي. الفكره في البروجكت ده ان انا بحاول اعمل سوليد ويست مانجمنت موديل. عشان اعمل ده لازم اعمل سيجريجيشن للويست وانهي مناطق اللي موجود فيها الويست، وهل انا هركز على فود ويست لان الفود ويست ده اكتر حاجه نوت يوتيلايزد في مصر، ولا هشيفت لانذر تايب اوف ويست. فالحقيقه يعني لقينا ان احنا عندنا municipal solid waste, agriculture waste, food waste، وابتدينا نطلع again دي feasibility study، again دي برضو business research assistant بيشتغل معانا في الحته دي. ابتدينا نشوف ايه المشاكل اللي بتعمل ال poor waste management، ال current poor waste management، فقررنا ندخل جزء ال AI بان احنا نعمل segmentation لل waste ونعرف المناطق اللي موجود فيها ال waste، وفي الاخر نصل الى ان احنا الاوتكم بتاع البروجكت ده اللي اكيد هنشيره مع حضراتكم بعد ما يخلص ان شاء الله، ان احنا نعمل جي اي اس مابينج لكل انواع الويست الموجوده وكيفيه استخدام ويست مانجمنت موديل ناجح. الاوبجكتيفز الاساسيه هو ان احنا نشوف نعمل ديتيرمينيشن لكل الفيزيكال والكيميكال كاركترستكس بتاعت الويست وازاي نعالجها، ونعمل اويرنس واديوكيشنال اويرنس طبعا لكل الستيك هولدرز بتاعت البروجكت ده، ونوصل ان احنا بنبني جي اي اس ماب لكل جوفرنريت موجوده في مصر. طبعا الجزء ده من البروجكت محتاج بوليتيكال وايكونوميك وانفايرمنتال اسبيكت، وطبعا محتاج فاينانشال فيزابيليتي وفاينانشال سستينابيليتي، فبالتالي دايما الاي اي بارتنر بيشتغل مع البيزنس بارتنر مع الاندستريال انجينير. الميثودولوجي بتاعت البروجكت ده مبنيه على داتا كولكشن وعلى ستاتستيكال اناليسيس، فلقينا ان احنا محتاجين عشان نقوم البروجكت ده ان احنا نشتغل على الجزئيه بتاعت الستاتستيكال اناليسيس اجين. بس طبعا خلاص عندنا الخبره من مشاريع سابقه ازاي نعمل الجي اي اس ماب، ازاي نعمل جيوغرافيك انفورميشن سيستم، وازاي نعمل ايكولوجيكال وهيومن ريسك اسسمنت، وده جزء كنا برضو تعاوننا مع جامعه بني سويف ان احنا نحط الايكولوجيكال والهيومن ريسك اسسمنت. ده كان شكل من الداتا بيز اللي احنا طلعناه عن طريق استخدامنا برضو البيزنس ستودنت، يعني عشان يعمل كان عنده اويرنس بازاي يعمل الداتا بيز اللي بتعمل الوكيشن لجميع انواع الويست زائد السيجمنتيشن بالاي اي. ده بروجكت برضو احنا لسه بدي نشتغل فيه، هو الاسسمنت بتاع pharmaceutical residuals and removal from water masses by innovative agriculture waste based techniques. الحقيقه البروجكت ده again it's a try nexus بيجمع ما بين الagriculture waste والwastewater والindustrial. ليه environmental و social impact طبعا، والتارجت بتاعه stakeholders من مختلف الناس اللي بتشتغل في pharmaceutical industry. البروجكت ده لسه في بدايته، بس الفكره بتاعته ان احنا بنحاول نعمل تريتمنت للويست ووتر من الفارماسيوتيكال ويست، which is حاجه جديده وموجوده في الليتريتشر انها ليها تاثير سلبي على صحه الانسان. في بروجكت تاني برضو حابه اضيف كده جزء منه، في
احنا لما لقينا في الكوفيد 19 ابتدى ينتشر، فقررنا ان نشوف ايه الفاكتورز اللي هي بتعمل انفلوينسنج للكوفيد 19. فعملنا داتا اناليتكس دخلت طبعا في البروجكت ده، وعملنا جيوغرافيك انفورميشن سيستم مابينج اوريه لحضراتكم. وهنا بقى اضطرينا نستخدم طبعا كمبيوتر انجينيرنج وبلوك تشين تكنولوجي عشان نوصل للفريم ورك اللي احنا اشتغلنا بيه. عملنا في الاول جيوغرافيك انفورميشن سيستم اسسمنت، وبعدين عملنا جزء كان ليه علاقه بالستاتستيكال اناليسيس اللي هو الاناليسيس اوف فيرينس والفاكتور اناليسيس، وابتدينا نشوف الريجريشن اناليسيس بتاعتنا طلعت سيجنيفيكانت فاكتورز قد ايه، ايه هي اكتر فاكتورز بتأثر على التريند بتاع كوفيد 19. وبعدين دخلنا حته الاي اي بان احنا نعمل موديلنج ونطلع بريدكشن لايه الشغل اللي هيبقى مطلوب مننا بعد كده. دي سامبلز من الانفايرومنتال ليفلز، يعني ده اكتر فاكتورز بتوضح في انهي جوفرنريت احنا فولنبل ان يحصل سبريد لكوفيد 19. خدنا طبعا في اعتبارنا عشان نعمل ستاتستيكال اناليسيس جميع انواع الداتا على مدار السنتين اللي فاتوا بالنسبه للكوفيد 19. وبعدين في الاخر وصلنا لايه علاقه السوسيو ديموغرافيك فاكتورز بالسبريد بتاع كوفيد 19، والبحث ده برضو منشور. فالكونكلوجن يعني اللي انا عايزه اقوله بعد ما اتكلمت على مجموعه من الابحاث، للاسف الوقت ما كفاش كل الابحاث، اكيد هيبقى لينا لقاءات اخرى. الكونكلوجن اللي انا عايزه اقولها ان دايما بيبقى فيه كومبلكسيتي عشان نتغير وعشان نعمل تحدي وعشان نعمل تغيير، فدايما خلي فيه اوبورتيونيتي قدام حضراتكم ان احنا نعمل تشينج، يبقى عندنا ايم تو اتشيف. الديفرنت ديسيبلينز والبروفيشنال والبراكتيكال ابروتشز بتساعدنا جدا وبتخلي ان البروجكت بتاعنا ينطلق من ان احنا نبقى في الاول الصوره دي we are a bit depressed at the beginning and then we're very happy the results بتاعتنا at the end. Finally, I would like to thank you so much for this opportunity to talk about مجموعة الـ Interdisciplinary Research جامعة الجيش. Thank you, Dr. Irene, for the nice presentation. أنا أعتقد إن أغلب الأودينس يعني كانوا مبسوطين، وكمان في ناس كتير قوي متابعينا على اللايف ستريمينج على الفيسبوك. تالي ممكن في وقت إن إحنا ناخد questions، فلو أي حد عنده questions can you please write your question through the chat and we would read it to Dr. Irene. تمام، هو it seems in no questions. هي كانت very informative وما شاء الله project interdisciplinary كتير يعني كتير، وناس على الشات بيشكروكي جدا على ال excellent presentation والexperiences الكتيرة اللي حضرتك شيرتيها معانا through your wonderful projects. والحقيقة أنا أعتقد إن هي هتقدر إن هي تفتح مجال كتير، لأن زي ما أنتوا شفتوا إن هي مش بس الـ engineering discipline مقتصر على فيلد معين، لا إحنا ممكن ندخل أكتر من فيلد في one project. وأعتقد إن الكوفيد علمتنا دلوقتي إن ما بقتش one direction، لا it has to we have to take all point of view into consideration عشان نقدر نعمل successful research. شكرا دكتور ايرين so much for this wonderful presentation، وان شاء الله دي الوركشوب الثالثه بس مش الاخيره في السلسله اللي احنا بنعملها towards an interdisciplinary science، ونشوفكم ان شاء الله في الوركشوب الرابع. شكرا، ميرسي قوي، باي باي. باي باي.